طيب بكرة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة منتخب مصر الوطني لكرة اليد في الصالة المغطاة في الدنمارك هيواجه أو هيلاعب النرويج. دي أولى مباريات منتخب الفراعنة بالدور الرئيسي لبطولة العالم في النسخة 26 للرجال اللي بتنظمها ألمانيا والدنمارك. منتخب مصر كان تأهل للدور الرئيسي بعد ما احتل المركز الثالث في مجموعته خلف السويد والمجر. واحنا طبعا بنتمنى كل التوفيق واطيب الامنيات بالفوز لمنتخب مصر الوطني لكرة اليد. هنروح لفاصل قصير ونبدا اول حوار معانا النهارده في من القاهره.